لها هدف ملغي للمقاولين العرب. تعال نشوفه كده، ولا دي يعني بس مني في الحالة دي أنا بعتبرها دي تعتبر يعني حالة يعني تدرس وتتبعت لجميع الاتحادات لأنها تعتبر وسيلة تعليمية. الحالة دي؟ ليه؟ النتيجة 1-0 لصالح الجونة، ايوه المقاولين بيحرز هدف التعادل، ايوه الفار بيرجعه ويقول له تعالى ده في ركلة جزاء على فريق المقاولين. انا بقى عايز اقول لك السيناريو اللي بيحصل بقى. شوف النهارده الحكم الفار وهو طالع كلمه هيروح يشوف بيتكلم وبيسمع وش بيقول ما بسمع. شوف الشوط انا بيشوط الكوره في ايده ايه؟ ده بص الايد ده اهي الايد اهي خارجه مكبره جسمه وجت في ايده. خلاص الفار بقى عنده كاميرات تانيه كمان زياده وزوايا اخرى، يعني لو الفار تشيك جابوها اللي هي هتبص تلاقي تشوف بقى مدى قيمه الفار. طبعا هنا ركله الجزاء يعني مش وجوبيه خلاص، والانذار وجوبي لانه بيمنع هجمه واحده تسديد على المرمى معناها هجمه واحده. ماشي. طبعا بص عمال يسمع منه بيكلمه بيقول له ايه، بيقول له انا شايف كذا والايد مش في الوضع الطبيعي. على طول الحكم قال لازم اعمل اون فيلد ريفيو وراح يشوف. بص بقى شوف الايد، بص الكره بتتشاط الإيد وايد فين، بص ممدودة. بقى الحاجات الفار تشيك الكاميرا بقى بتاعتهم وحاجاتهم بتجيب اوضاع ايه. خلاص طبعا هنا قرار يعني عايز اقول زي ما تيجي تقول حاجه يعني من هدف لصالح فريق بيتعادل بيه لالغائه لاحتساب ركله جزاء عليه، تصبح النتيجه بعد كده واحد بدل من 1-1 بقت 2-0 لصالح فريق الجونه. طيب اللي انا عايز اقول لك السيناريو بقى يا كابتن ابراهيم، ايوه لو لم يكن هناك تقنيه الفار والكلام ده نفترض من خلال الكوميونيكيشن سيستم اللي مع الحكام، ايوه وكلموا المساعد اللي هو ناحيه الجول اللي ايوه المساعد الاول، المساعد بعد الاول المساعد الاول اللي بعد ما جاء الجول قال له خلي بالك ده بالايد والحاجات دي كلها. وهي بالايد صح واحنا شايفينها في التلفزيون بس هم كان الملعب، كان الملعب ما عندهمش هيولع. بقى تلفزيون يشوفوه. تفتكر القرار ده كان هيقبل؟ اقول لك انا بامانه يعني اتخيل انه لو الحكم الساحه كان سمع كلام الحكم المساعد كان الملعب هيولع بالدكه، بالدكه المدربين هينزلوا هتبقى دي كانت تبقى نهاية فريق مش عارف لا كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. اذا خلي بالك بقى الشيء الجميل ان نادي يعني الجهاز الفني الفريق ما اعترضش. لا ما اصل هم كمان خد بالك هم اصلا ناس في مقاولين العرب ايوه انا عارف مش واخد محترمين بالك. قوي، لا محترمين قوي في يعني، محترمين قناعات يا محترمين يعني. كابتن ابراهيم بعد اذنك، في قناعات هو لما يروح البيت ويشوف الفيديو فعلا ده في ايده خلاص. اذا النهارده الفيديو بقت وسيله رائعه للاقناع حتى لا يحدث شغب في الملعب. اذا الكره دي ارساء لمبدأ ما بني على باطل فهو باطل، الكرة دي بالضبط. بنيت على باطل فهي باطل، واتلعبت ضربة جزاء وجابها كمان الجون. جول ما بقول لك بالنتيجه من 1-1 طيب يتغير الجول وتبقى 2-0 لصالح الجول.